منجيب اكبر طنجره عندنا ومننزل عليها نص كيلو من سمنتنا الظريفه، وعندي هون كيلو من الطحين بنزله على مصفايه كبيره، واهم شيء انه ننخلهم كثير منيح فوق هالسمنات. وبايدك الكريمه يا غالي بتسمي بلا وبتعجن لي اياهم مع بعض كثير منيح. وبهيك يا غوالي مثل ما انتم شايفين بعد العجن المستمر شوف القوام اللي لازم نوصل له، وبهي المرحله لازم ناخذها على البراد شغله النص ساعه بس مشان تبرد شوي. وبهالاثناء بنجيب نص كيلو من الفستق الحلبي المطحون ناعم وبضيف عليهم معلقتين كبار من القطر، وبدي معلقه كبيره من ماء الزهر او ماء الورد بيرجع على حسب الرغبه. وصار الوقت مشان نعجنهم مع بعض كثير منيح، وهيك لازم تطلع معنا عجينه الفستق متماسكه بهذا الشكل. وهون في نقطه جدا مهمه يا غوالي بالنسبه لعجينه الفستق، بامكانكم استخدام فستق حب او مجروش، هذا كله بيرجع على حسب الرغبه. انا استخدمت الفستق الناعم لانه بيعطي لون احلى ونكهه اقوى. وعندي هون نص كيلو من عجوه التمر وبرش عليها رشه هيل صغيره، ومنغنغها بمعلقه كبيره من السمن العربي، وكل اللي علينا نعمله انه نعطيها دعكه سريعه. وبهيك حشوه معمول التمر صارت عندنا جاهزه وطريه. وبجيب زبديه بحط لها كاسه من السكر، وبدي كاسه من حليب كامل الدسم، وبنحركهم مع بعض كثير منيح لحتى يذوب عنا السكر. وطبعا بامكانكم استبدال كاسه الحليب بكاسه من المي مع اربع معالق من حليب البودره، وبس بردت العجينه عندنا بتتماسك بهذا الشكل. وهلا بنسمي بلا وبنكسرها، وبنرد نعجن العجينه كثير منيح يا غوالي لحتى ترجع لقوام الاولاني وتضلها بارده. وبس صارت عندنا العجينه بهذا القوام مناسب بنسمي بلا وبننزل التبليعه عليها، وبنقلبها تقليبه سريعه لحتى تتماسك عندنا العجينه. مهم جدا انه التبليعه تكون عندنا كثير بارده مشان ما تفك السمنه عن الطحين، وضروري انه ما نحرك كثير مشان ما يتحرك الجلوتين تبع الطحين عندنا. وبهيك العجينه صارت عندنا جاهزه، وهذا هو القوام اللي نحن بدنا اياه. وبكل بساطه بنتركها ترتاح شغله العشر دقائق لربع ساعه بالبراد، وعلى سطح نظيف بنسمي بلا وبنفرد عجينه التمر بهذا الشكل. وبس فردنا حشوه التمر مثل ما انتم شايفين يا غوالي، هلا بنقطعها على حسب حجم القالب اللي عندنا. وبالنسبه لعجينه الفستق فلازم نكورها على حسب حجم القالب اللي عندنا. وهلا بناخذ قطعه من عجينتنا البارده وبنفردها وبنقسمها على نفس حجم الحشوات. وبعد ما قسمنا عجينتنا هلا بنفردها بهذا الشكل وبنحشيها بحشوه الفستق، وبنلمها على بعضها مثل قرص الكبه وبنكورها كثير منيح، ومشان ما يلزق قرص المعمول جوات القالب بنحطه بشويه طحين. وبهالحركه الدائريه بننفضه من الطحينات وبنسمي بلا بنحطه جوات القالب وبنضغطه، وكل اللي علينا نعمله نسمي بلا وندق القالب بهذا الشكل. وقربوا لهون شوفوا على هالمنظر وصلوا على النبي. وما بصير ما ورجيكم قرص معمول العجوة، قربوا لهون وشوفوا على هالمنظر يا غوالي. هذا المنظر مو مشان شيء، مشان صحتكم. نقطة مهمة جدا يا غوالي مشان القوالب، القوالب لازم تكون محفوفة بالشكل الصحيح وتكون نظيفة من جوا، يعني شغلة مظبوط 100% مشان يطلع معكم قرص المعمول بأفضل منظر. وبإمكانكم استخدام القوالب الخشبية أو بإمكانكم استخدام القوالب البلاستيكية، كله بيمشي. وبهيك يا غوالي بعد ما خلصنا الكمية كلها شوفوا على هالمنظر. الله الله الله، طبعا لازم يكونوا مصفوفين قراب على بعض مشان ياخذوا لون موحد بالفرن. بالنسبة للفرن فلازم يكون فرن محمي مسبقا على اعلى حرارة، شغال فوق وتحت وبينحط بالرف الفوقاني، بتاخذ شغلة 7 إلى 8 دقائق. ومثل ما انتم شايفين يا غوالي طالعنا هالمعمولات من الفرن بعد ما اخذوا هاللون الجميل. هلا كل اللي علينا نعمله انه ما ناتي باي حركة لانه لساتهم سخنين، لازم يبردوا شوي صغيرة. ومثل ما انتم ملاحظين المعمول لساته محافظ على رسمته لانه ما ضفنا له الخميرة، وهي هي اصول المعمول السوري. وهلا يا غوالي بس بردوا المعمولات عنا شوي صار الوقت مشان ندوق. واول شيء رح بلش فيه معمول التمر، كثير بحبه وكثير رائع. قربوا لهون شوفوا على هالقطعة بسم الله ما شاء الله، وشوفوا لي على هالقفا، شوفوا لي على هاللون بسم الله ما شاء الله. يا هيك الالوان يا اما بلا، هيك لازم يطلع معكم المعمول السوري. وبس تيجوا تضغطوه شوفوا شوفوا، يا سلام الله الله الله، هش وطري ولا اروع من هيك. نقول بسم الله كريم وندوق بسم الله. الله الله الله، فعلا هذا هو المعمول السوري عن حق وحقيق، خصوصا بهالسمنه الظريفه عطيته نكهه غير شكل. بس قربوا لهون لعند معمول الفستق، تعالوا ناخذ لنا هيك قطعه وكمان شوفوا اللون بسم الله ما شاء الله، وشوفوا الافا كمان اخذ لون خرافي. هلا بنسمي بالله بنحطه بهذا الشكل وبنجي بنقسمه. شوفوا شوفوا يا عيني يا عيني، الله الله الله، هذا المنظر مو مشان شيء، مشان صحتكم يا غوالي. شوفوا الله يا عيني يا عيني، بنقول بسم الله كريم وبندوق بسم الله.